منه يدخل ويساند الفريق ديالو بدون شغب بدون تعصب في اطار مباراه اخويه كي الوداد كي الراجح. حنا خوت الحمد لله وكنتمناو دوز مباراه في روح رياضيه ويمتعونا، ما بغيناش الكومبي يمتعونا، بغينا نشوفوا كره كما كانت النتيجه حنا غنتقبلوها. كنتمنى المقابله دوز في روح رياضيه وان شاء الله اللي يلعب مزيان هو اللي يفوز المقابله، والرجاويين راهم خوتنا وديما وداد. وكنقول للجمهور من الشغب ما والو، حنا جمهور حضاري بطاوة حضاري ان شاء الله يكون. كنتمنى من الجمهور يكون رياضي وصافي باش يدوز واحد العرس كروي، لان كاين قنوات اجنبيه كتشاهد هذه المباراه هذه، وهذا راه منتوج مغربي اللي كنسوقوه للعالم. خصنا نعطيو واحد الصوره حضاريه اللي كتمس بالبلاد ديالنا بانه حنا في المساواه حضاريين. ديك الشغب ما كاينش والله ما كاين، حنا بيضاوه الحمد لله. جماهير الوداد معروفه عليهم متحدين، ما كاينش شغب. الا كان شغب غيكون من هاد الجهه، اما حنايا الحمد لله ديما وداد حتى الزيرو ان شاء الله. قولي جاج ما نضربوهم، حنا باقيين نطروا نبعدوا من هاد الشيء، نفارقوا الصداره ومحمير والو، ما غير نفارقوهم، شو العقليه ديالهم نفارقوهم. هذاك الشيء علاش الجمهور منظم، تلقى واحد نقي جاي من بوكس فهمتي، داك الشيء علاش فهمتي، داك الشيء ديال الناس دجاج ما وفرقور انت عارف زيد. كنتمناو ان شاء الله يكون واحد الجو اخوي واحبائي كيف ما كتشوفي. حنا راه كاع الجمهور ديال الوداد ولا ديال الرجاء صابحين فرحانين باش نجيو نساندوا الفريق ديالنا بدون شغب. كنتمنى فوز الوداد البيضاوي ان شاء الله. الله يهديهم، الكلمه كلمه الواحده اللي غنقول الله يهديهم، الله يهدي الجماهير كامله، مشاها رجاء وداد المغرب كامل، الله يهديهم على هذا الشيء اللي كيديروا. حنا كيحرمونا من الفرازه ديال رجاء، كيحرمونا بزاف د الحوايج. انا يتحلى بالروح الرياضيه واللي فاز الله يسهل عليه، ونتمنى مقابله بدون شغب. هي الصراحه حتى واحد ما اللي جا اليوم حتى واحد ما باغيش الشغب، وحنا براسنا ما نبغيوش الشغب، يعني حيت حنا اول وحدين غادي يضروا، وبطبيعه الحال حنا جايين باش نحققوا نتيجه ايجابيه. نتمنى ما يكون لا شغب لا والو، ونتمنى الفوز لفريق الوداد ان شاء الله. اداره الشغب ثلاثه اللي كيشاركوا في الظاهره، عندك الادارات ديال الفروق والامن عاد الجمهور والاخر. ما يكونش تكون الروح الرياضيه بين الجماهير. الرساله ديالك للجماهير اللي كيبغيو يديروا الشغب وذوك المشاكل. ما تبقاوش ديروا الشغب بزاف، حيت الشغب خايب كيضرها بمصلحه الوالدين، الوالدين خصهم يبقاو بجناب ولادهم.